السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة اهلا بيكا. في الفيديو ده بنتكلم عن مباراة النادي الاهلي مع نادي الرجاء في ربع النهائي دوري ابطال افريقيا. مباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1 لصالح النادي الاهلي، وبتأهل النادي الاهلي بهذه النتيجة للدور المقبل عشان يلعب وفاق سطيف في دور نصف النهائي. بدأت المباراة بضغط مبكر جامد جدا لنادي الرجاء. لقيت كان في ضغط من الجماهير بتاعت نادي الرجاء بشكل كبير جدا. الأهلي كان بيحاول يعتمد في الفترة دي على أول 4 دقايق تقريبا على لعب الكرات الطويلة من الدفاع للهجوم، لكن من خطأ من ديانج في الدقيقة 5 بتوصل الكورة، بتيجي عرضية خطيرة بتوصل الكرة لنادي الرجاء على حدود منطقة الجزاء بيلعبوها، وبيوصل بتوصل كرة عرضية من عبد الإله مدكور اللي بيرفعها كرة عرضية للومبا لوجما اللي بيحط الكرة وسط 3 مدافعين وسط خطأ كبير جدا من دفاع النادي الأهلي. التلاتة حمدي فتحي وعبد المنعم و ياسر ابراهيم، الثلاثه كان عندهم خطأ دفاعي كبير جدا في الكوره دي. كانت هجمه من الاول من عن طريق محمد هاني، ولكن عبد الاله مدكور ده الباك اليمين بتاع نادي اوروبا. بعد الهدف النادي الاهلي ما كانش عنده اي حاجه يبكي عليها، بدأ يضغط على نادي الرجاء مرة تانية وبدأ يشكل خطورة. وكانت في الفترة دي الخطورة بقى بتاعت الرجاء، كان الرجاء بيبدأ يلعب على المرتدات وكان بيلعبوا بسرعة جدا على المرتدات. في الدقيقة 10 حسين الشحات بالمجهود من الفريق بيحاول ياخد ضربة جزاء للنادي الأهلي، والحكم قال ما فيهاش حاجة في الأول، لكن ضغط الجهاز الفني للنادي الأهلي وعن طريق شادي عبد الحفيظ وعن طريق ميكس موسوماني خلى الحكم يرجع تاني للفار يشوفها ويحسب ضربة جزاء بيتصدى لها علي معلول، ولكن للأسف الشديد أنس الزنيتي حارس مرمى نادي الرجاء بيتألق فيها كالعادة يعني ويصدها. بعد ضربة الجزاء لعب شمال أفريقيا بدأ، اللي هو اللعيبة بتبدأ تنام في الأرض والحكم يضيع وقت وهكذا. الأهلي بدأ يحاول إن هو يسيطر على اللقاء واستخدم سلاح التسديدات البعيدة اللي كان بيحاول يعملها عمرو السولية، ولكن برضو أنس الجنيتي كان متألق كده. في الشوط الأول كان طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو الاتنين مكانوش ظاهرين في الماتش، يعني أنا كان عندي كذا تعليق على طاهر محمد طاهر، لكن أنا مش بهاجمه، هو مكانش في يومه، الكورة ما جاتلوش كتير يعني في الفترات اللي هو جاتله فيها الكورة كان بيحاول يعمل حاجة، لكن هو مش في يومه، مش لعبته يعني. وكان من رأيي ان هو يطلع طاهر وينزل عبد القادر، بيحاول ان هو لان احنا دخل فينا جون في الاول 5 دقايق كمان، كان لازم تنزل اللاعب يقدر يلعب في المساحات الضيقه اللي بدأ يلعب عليها نادي الرجاء المغربي، لكن ما نزلش عبد القادر في الشوط الاول زي ما شفنا. موسيماني بقى صوته اتنبح في الشوط الاول على ان اللعيبه بخصوصا الثلاثي بتاع الدفاع ان هم يبداوا يلعبوا الكره بشكل سريع من ناحيه الهجوم. في الدقيقه 43 الحمد لله بيجيلنا ضربه ركنيه بيلعبها علي معلول بيحطها محمد عبد المنعم لهدف التعادل اللي هو بيبقى كافي جدا للنادي الاهلي يصعد بيه لدور نصف النهائي. في الشوط الثاني بدأ نادي الرجاء يضغط تاني على النادي الأهلي زي ما بدأ الشوط الأول، ونقدر نسمي الشوط الثاني ده شوط محاولات غطس حمد أحداد في منطقة جزاء النادي الأهلي، ده اسم مهم جدا. حمد أحداد حاول فعلا يشكل خطورة على مرمى النادي الأهلي، لكن محاولاته إن هو يقع في منطقة الجزاء ويحاول ياخد ضربة جزاء كانت محاولات مفقوسة أوي، حتى الحكم قال له ما تقعش تاني. في الدقيقة 50 بيرسي تاو بيضيع انفراد كان هيريح نادي الاهلي جدا وكان هيخلي النادي 2-1، لكن انس الجنيتي بيتألق وبيمنع تسجيل الهدف ده. لما لقى موسيماني لقى الماتش كده هو بدأ يلعب على المضمون وقال ان هو لازم يخرج حسين الشحات ومش معاه جدا في التغيير ده وينزل ايمن اشرف، انا مش فاهم خالص التغيير ده نهائي. كان الأحسن تخرج لاعب مش موفق أو مش في يومه زي طاهر محمد طاهر وتخلي حسين الشحات على الأقل كان بيحاول يعمل خطورة على مرمى فريق الرجاء. في الدقيقة 58 ياسر إبراهيم بياخد انذار
من مكان خطير جدا، ولكن ربنا ستر وطلعت بره. عبد المنعم خد انذار برضه، انا مش عارف خد انذار ليه. اخيرا في الدقيقه 73 بينزل طاهر، بينزل عبد القادر وبيخرج طاهر، وبينزل محمد الشريف بدل عبد المنعم اللي كان واخد انذار، وفضل موسيماني ان هو يطلعه للحفاظ على ان ما يبقاش عنده لعيبه واخد انذارات، خصوصا ان ياسر ابراهيم كان واخد انذار برضه. الاداء في النادي الاهلي كان ما كانش هو الاداء اللي احنا متوقعينه، كان اداء زفت بصراحه. هم حاولوا يعملوا كل حاجة، لكن الفريق اللي يضيع بيستقبل. انت كان لازم تحسم الماتش ده من ماتش القاهرة، كان لازم تخلصه في ماتش القاهرة. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، عندنا ماتش مهم جدا مع نادي وفاق لطيف. ربنا يستر وان شاء الله نقدر نحقق اهداف بدري بدري كده ونحسم الموضوع في القاهرة. شكرا لتفرج على الفيديو، ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما كنتش مشتركين. سلام.